ست سلندر بلاتينيوم 2021. ما شاء الله تبارك الله، يعني عقب ما تغير شكله ب 2020 نشوف صار عليه طلب كبير، خاصة ست سلندر. ست سلندر اللي ما عنده مشكلة يعني بالقوة، ما عندك مشكلة. ثماني سلندر، فيه ثماني سلندر غويلي يعني فوق 300، فست سلندر دائم حط ببالك، اللي متعود على ست سلندر بيعجبه، انت رجال متعود على الثمانية لا ما راح يعجبك. الجميع الشركات دائم، هذه اللي دائم اقول لكم النقطة، وشوف كثير يسألني ستة ولا ثمانية، انت رجال متعود على ست سلندر، موترك اللي قبل ست سلندر عادي ما راح يفرق معك، لان حول 275 حصان و 275، لكن انت رجال موترك اللي قبل ثمانية سلندر ما راح يدخل مزاجك، لانك خلاص تعودت على مكينة كبيرة وعزم اقوى. فكل شخص واستخدامه، دائم حط الشيء هذا ببالك. اسعد الله صباحكم بالخير والسرور متابعينا غالي، يا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركين وجدد نورين قناتكم. عندنا تغطية سريعة المعرض القيمة، وصل عندهم باترو 2021، تذكرون هذا سوينا له تغطية، هذا سيارة ستاندر دبل سعره 136,000، صورته لكم وموجود الفيديو بقسم الفيديو بالقناة باليوتيوب، ولا حط لكم الرابط. صراحة مواصفات حلوة ومكينة وسعر معقول 136,000، وقل لهم من طرف بندر ما راح يقصرون معك بالسعر. احنا الحين بنغطي لكم الباترو 2021، ما شاء الله تبارك الله. في تجربة مجرب لكم واحد كحلي الست سلندر، ومجرب لكم بعد الثماني سلندر. اكتب بس باترول، انا دائما اقول لكم بالوصف 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 وانسى، وانا اسف والله انا اسف، بس الحين غصبا علي ترى والله المعلوميه عشان تكونوا بالصوره. بس انت دائم حط ببالك اي سياره تبيها، سواء تجربه ولا تغطيه، اكتب اسم السياره وموديله ورمز القناه نمر 2500 بالمحرك حق البحث حق اليوتيوب، تطلع لك على طول على طول تطلع لك، وعشان ما ادوخك كل شوين بالوصف بالوصف. طبعا كشكل نفس الشكل الاول، ما تغير اي شيء بحكم انه ما تغير الا ب 20، متوفر عندهم طبعا 2020 والنصف فل واغلب انواع او فئات الباترو. طبعا مسوي لكم تغطيه شامله انا قبل كم يوم، سيارات موجوده عندهم. هذا اسود داخليه باللون الجملي. طبعاً دايم البلاتينيوم جيك أغلب القطع الأمامية كلها كروم. شوف هذا في ستاندر في نصف فل عندهم، بحط لكم أرقامهم تحت. خلوا أوريكم الحين جنط 20 ناخذ لكم على السريع. طبعاً شنطة كهرب، حساسات خلفية كهرب، قطعة واحدة طبعاً، تحكم بالمراتب كهرب، تقدر تصفط المراتب يا حبيب، تقدم ترجع شغل عدل. وهنا 12 فولت سقف باللون الرمادي، التحت باللون الاسود. هذه اغراض السياره، يا عيني على الشنطه حلوه. هذه عده حقت طفايه حريق، ثلث مقياس ضغط الاطارات، صندوق الاسعافات، بس فخم شكله، ايش رايكم؟ اوه طيب خلوا اوريكم الباقي. هنا تسكر الشنطة، اوريكم الداخلية واللون الجملي، صفية الوقود هذه بشكل لتر 8.6، الماكينة 4 لتر، قوة رحس هنا 275، هذا اللون الجملي، هذا يسمونه الجي تي ار 2 اللون. في ناس يحبون اللون الجملي وفي ناس يحبون البيج، فهم متوفر عندهم البيج والجملي. شوفوا ما شاء الله، يعني اكثر شيء يميز الباتر، بعضكم يرسل لي وبندر هو ولا الناد ولا الجيكسار. صراحة شوف بقول لك شيء، يعني شوف حق المكيف هنا يو اس بي،
هنا مخرج 12 فولت، هنا مخرج HDMI و USB، وفي بعد هنا USB، بس هذه ما فيها شيء. شاشات خلفية. أقول لكم على حسب نوعية استخدامك. أنت رجال طلعتك بر خفيفة، أكثر شيء خط تستخدمه الموتر يصلح لك، لأن الموتر الباتر أكثر شيء يميزه عن التويوتا الراحة. هذا كرسيك الراحة والوسع والرحابة، يعني لو تقارنه بالجيكسار طبعا. هنا حساسات مستشعرات، شنطة كهرب، هذه كل الأشياء شارح لكم من قبل. ما شاء الله تبارك الله. خلنا نركب كمان. الداخلية نفسها ما تغيرت. هنا زرار تحكم، عندنا زرار تحكم اللي هو بالشاشة هذه. هذه الشاشة 7 إنش، وضعية القيادة والعداد وتنبيه خروج المسار، كل الأشياء هذه. نثبت سرعة والرادار. ما ودي أطول عليكم لأني شارح لكم أنا جميع الفئات ومجربها لكم. هذا نفسه ال 21، نفسه ال 21. شاشتين جاي. هذه الكاميرا تكون هنا. العيب الوحيد صراحة بالنسبة لي الكاميرا، دقة الكاميرا. ما أدري ليش ما يغيرون دقة الكاميرا. هذه أهم نقطة بالباترو، قلت لكم من قبل. صراحة لازم تتغير الكاميرا. يعني ما فيها دقة صراحة. شوف شوف. ما شاء الله تبارك الله. شاصي ستاندر هذا. وش غيره بعد بس. اللي مجربين الحين الباترو 6 سلندر الحين له سنة يمكن. اكتبونا تعليقاتكم وش رأيكم بالموتر. في تسخين وفي تبريد للمراتب، وهذه الشاشتين شارح لكم من قبل اللي هي الأنظمة، ما الأنظمة حقت السيارة. ننزل هنا مخرج تايب سي ومخرج USB. زين إنه حط مخرج تايب سي. والجير 7 سرعات بترونيك، هذا تتحكم بالشاشة، وضعية قيادة دبل الدفلك، وضعية قيادة صخور ثلج. هذه كلها شارح لكم لما جربت لكم الباترو. هنا التخشيب كامل مع حامل كواب، التكاية اللي بالنص فيها ثلاجة. بس خلصنا. السعر بلندر، ابشروا بعد ممكن اسألكم بشوف لكم الالوان وش الالوان الموجودة. البوري هذا هو. بس قضينا. مكشفات الضباب LED. شغل مرتب ما شاء الله تبارك الله. بس الله يا عيال انه جاهز للموتر ما شاء الله. حتى الجنط عليه فخم. شوف. كميات كبيرة اللي باعها. ترى دفعات جديدة هذه تو جاية من بعد واحد. أكثر اللي صورت لكم قبل ترى انباع ما شاء الله. هذا لون رمادي. في واحد لون كحلي. الأسود والله وحش. ما شاء الله تبارك الله. هذا تو وصلنا. ما شاء الله تبارك الله. وش اجمل لون على السياره. اسمع صوت التشغيله بس ما شاء الله. اكتبوا لي تحت وش اجمل لون. ما شاء الله يا الصوت. 8 سلندر يا بعد علاج علاج. شكل جديد. تذكرون اول ما صورت لكم واول ما نزل كثير منكم ما هو زين يا ابو بندر، ما هو زين الشكل الاول زين. الحين ما شاء الله تبارك الله صار واحد يشوفه بكل مكان. متوفر عندهم اغلب الالوان، اغلب الالوان الخارجيه. ومتوفر عندهم اللون الجملي والبيج. والاسعار وارقامهم كلهم بحط لكم تحت في الوصف. في امان الله وبحفظ الكريم.